The big guns are out for Glory 41 Holland, coming off his historic win against Boxing Return. Undisputed heavyweight champ Rico Verhoeven. Benson in a shot drop Silva. Funny then he quit. I got an eye. I got one eye. I got one eye. He's not impaired. He got heavyweight champion, the Demolition Man. I'm Mike Tyson, and there's no one like me. All you come get some. Mike Tyson's out here. He's waiting for you. All come get some. In the tank with a chin of steel, the Czar likes to crush his opponents with well-timed bombs and body shots. على طريقة المواي تاي والضربات بالساق على طريقة الكيك بوكسينج. وخلال مسيرته الاحترافية واجه العديد من المقاتلين الذين كانوا مشهورين وعندهم وزن آنذاك مثل جيروم لوبانير، إرنستو هوست، روب كامان. To go through the wall, not give 100%, 110%. It's that drive, that fire that you just won't quit. No matter what happens, you'll just go through the wall. Champion of the world, here is the Jet. Style is kickboxing, representing Rufus Kickboxing, originally from Milwaukee, Wisconsin. Assalamu alaikum, ayyuha al-a'izz, wa marhaban bikum fi hadha al-video. هل سمعتم من قبل عن المقاتل ريك روفوز؟ ريك جون روفوز أحد أشهر لاعبي الكيك بوكسينج في أمريكا. فكيف كانت بداية هذا المقاتل المميز والذي شهر كثيرا في التسعينيات، وكان له أسلوب مميز، كان يميل كثيرا للعب بطريقة التايكواندو، وسنشاهد التفاصيل. من مواليد سنة 1966، مقاتل بارع ونافس سابقا في الملاكمة الإنجليزية، في الكيك بوكسينج، الفول كونتاكت والفنون القتالية المختلطة. فاز بالعديد من البطولات الدولية وفي أماكن مختلفة في العالم وفي أوزان مختلفة. بالنسبة للملاكمة الإنجليزية لعب 18 نزال احترافي، يفوز ب 13 نزال منها 11 بالضربة القاضية. وفي الكيك بوكسينج لعب 78 نزال احترافي، يفوز ب 65 منها 44 بالضربة القاضية. وأما بالنسبة للفنون القتالية المختلطة فقد لعب 10 نزالات، يفوز بأربعة منها 2 بالضربة القاضية وخسر 6 مرات، والظاهر أنه لم يوفق كثيرا في الـMMA. بدأ ريك روفوس تعلم الفنون القتالية في سن 5، وتعلم التايكواندو على يد والده. لذلك نلاحظ أنه يميل في ضرباته التي تشاهدون الآن على طريقة التايكواندو. ولكن عندما تكون محترف تايكواندو وتدمج الملاكمة أكيد ستصبح مثل هذا المقاتل، وهذا مع الاستمرارية بطبيعة الحال. ثم تدرب الكاراتيه وظهر كلاعب فول كونتاكت في سن مبكرة، وخاض أول نزال احترافي سنة 1985. وسنة 1987 يفوز بأول لقب عالمي في الفول كونتاكت، وكان ذلك في بداية مسيرته الاحترافية. فالفول كونتاكت رغم أنه يسمى اتصال كامل يعني بالأيدي والأرجل، إلا أنه لا يسمح فيه بركلات الساق والضرب بالمرفق والركبة على طريقة المواي تاي والضربات بالساق على طريقة الكيك بوكسينج. وخلال مسيرته الاحترافية واجه العديد من المقاتلين الذين كانوا مشهورين وعندهم وزن آنذاك مثل جيروم لوبانير، إرنستو هوست، روب كامان.